كنت بقطر مسافرة رايحة عندي معرض، فقلت حق هاني امشي معاي امشي، قال لي لا، كنا قلبه حاس ان على محبة الصداقة والكلام، خلنا اقول لك انه بيصير شيء. قعد بالكويت بالبيت بروحه، سايق مسافر، الصبي مسافر، ماكو حد عندي، وخدامي معاي مع عيالي. كل يوم هاني صبح يدق يتحرش فيني، ها سويدانة وينك؟ اقول له ها زين اليوم ما دق، وينه؟ ولا ادق عليه؟ اول مره شي حس قلبي ريلي في شيء، دقيت عليه فيديو واتساب اول مره، اطالع بالفيديو واتساب ولا هاني مبطل زرارات بالمستشفى. قلت شنو فيه؟ شنو فيك؟ ولا الدوده الزايده منفجره فيه؟ لا اله الا الله. وطايح بالبيت، وانا بديره ويا عيالي والبيت ما في احد. يعني دقيت على اخواني، دقيت، شوف الصداقه يعني شلون ان الناس تدوم مع بعضها لانها تواجه بعض. من اللي قام بريلي وانا بقطر؟ يعني اخوانه واهله. ام وهابي طارت للمستشفى، حس رشود حبيبه قلبي، عبير الرجيبه، وهم في بعد ناس اشخاص عزيزين على قلبي. داود حسين اول واحد كان من الناس اللي وقفت على راس هاني بالعمليه وكذي. يعني طيحت ريلي هذه اثبتت لي ان في ناس زينه للحين ما تسمع، ما تفتشذونها حق احد. صح. سؤال خوله الحساوي باتصالاتها كلهم سالوا. الحين مع الفيلم هذا كله وطيحت ريلي اكتشفنا هم في القلب. لا اله الا الله، الله يقومه بالصحه والعافيه وبالسلامه ان شاء الله يا رب. وهم نزلت بسنابي يا جماعه اللي يعرف احد مستشفى صباح لاحمد السدري، انا اعرف بس ناس يا خلاص لما تجيلك شغله كذي قنبله تنسى، الناس كلها تروح عنك. صح. ففعلا في ناس مو واصلتها من زمان دشوا علي واتساب، شنو تبين؟ شنو ما تبين؟ انت وينك عنا؟ انت ما تقولي لنا، انت ما تدقين، وانا اللي مقاطعتهم. صح. فطيحت ريلي رجعت لي وايد ناس، تواصلت مع وايد ناس، يعني بس ما أقول إلا الله يخلي لي إياه ويحفظه، وهو عنده عملية قلبه الحين شريان، فإن شاء الله الله يقومه بالسلامة ويسوي العملية على متمة يا ربي، لأن عياله وايد وايد متعلقين فيه. الله يحفظه إن شاء الله يا رب ويقومه بالسلامة. أنا حاب أتكلم عن أم فهد الغالية هيونة، زوجتي ودنيتي كلها. هيونة يعني جبل ما يهزك ريح، وقفت في وايد أمور في وايد ظروف، أبد ما انكسرت وظلت شامخة وواقفة في ظروف كثيرة، وتظل هي عمود من أعمدة البيت اللي احنا عايشين فيه. أنا ما أقدر إيد واحدة ما تصفق، تظل هي الإيد الثانية لي، والله يخليك لي ويطول بعمرك، وانت تاج الراس وتظلين داخل القلب مكانك، ما راح يتغير ابدا شئتي ام ابيتي، والعمر كله وياك، والله يخليك لنا. بما ان احنا في اما بعد دائما نوصل رسائل، فهذه رسالتك وصلت، وانت في اغنيه طلبتيها مني قبل ان نبلش على الهواء.